تجوب ساحة المدرسة مع ابنها المعاق، كأي يوم تنتظر اتصالا هاتفيا معتادا من جارتها الباقية في مدينة رأس العين كي تطمئن على منزلها. في هذه الأثناء أرسلت جارتها رسالة صوتية، لم تكن للاطمئنان، بل أخبرتها باستيلاء فصيل مسلح على البيت. والله ماخذين البيت مقفلينه، القفل ومقفلينه وقاعدين به. بيتها الذي قضت سنوات في كنفه أجبرت على تركه والهرب بعيدا عنه. جيراني دقوا علي قال لا تجين على البيت، ترى يقولون تأتيجي نأخذهم بدال الجوزها، لأنه أخذوا بيتي وأخذوا غراضي وحطوا غير جماعة بيتي وحرروا بيتنا وأخذوا غراضنا ونهبونا. عمليات وضع اليد على البيوت وتحويلها إلى مقار عسكرية لا تحتاج إلى إرسال من يتأكد منها، الجنات أنفسهم يتكفلون بتصويرها وإرسال رسائل التهديد والوعيد. يا حبيب قلبي يا نور عيوني، هو جيرانك بالحارة كله يتقالوا لي عنك أنت حسب، وهي صورة دارك وأنا ساكن بدارك يا قلبي يا نور عيوني. عبده واحد من سكان مدينة رأس العين، تحول بيته إلى مقر لفصيل آخر. دول فصائل الحمزات تابع للجيش الوطني، استولوا على بيتي وحجزوا البيت وقعدوا بالمعمل وأخذوا كل غرضي الموجودة بالمعمل، حديد بناء وسمنت ومولدات كهربائية، واستولوا على كل المواد الموجودة ما يتقارب 150,000 دولار، وباعوا لغير منطقة أقل من نصف القيمة كمان. وفقا لشهود خرجوا مؤخرا من مدينة رأس العين، فإن عمليات الاستيلاء على المنازل لا تزال مستمرة، إما لتحويلها إلى مقرات عسكرية أو لإسكان عائلات المسلحين. منازل توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، على حين غرة دخلها الجيش التركي لينهبها ويهجر أصحابها ويصادر ملكيتها. هجار السيد، سكاي نيوز عربية، مدينة القامشلي.